هي المدينة وهذا قلب المدينة، هذا الشارع محمد بن عبد الله. أكثر حركة كيكون الله يبارك فيك، أكثر حركة كيكون هذا الشارع، هذا أكثر حركة على شارع الحسن الثاني، وفيه كتوجد الصيدلية الرئيسية هي على اليد ديالي اليمين، وكذلك مختبر التحليلات الطبية قديم. هذه هي المدينة خوتي، هذه اللحظة هذه شبه نائمة، ولكن سرعانة في الليل ما كتكون محركة غاصقة، هذا اللي زوين وصفها. هذه زوينة، هذه باش تبقى دائما الخضرة يانعة. أنا كتعجبني ساحة التحرير عليها، كل مرة كنمر من حداها ساحة التحرير التاريخية اللي عرفت عدة متغيرات وفي الأخير رجعت إلى أصلها. هذا تقريبا هي التهيئة اللي كانت في الأصل، هي هذه تقريبا اللي خلاها الاستعمار. من اللي كانوا كيغيروا كانوا كيفقدوا النخلة، كيغيروا يعني جذور هذا النخل كيمشيو، يعني بعد ما كانت 12 نخلة ولات 9 نخلات، وهذا عيب جراء التهيئات المتعددة اللي عرفتها هاد الساحة، ساحة إسبانيا بلاصة إسبانيا ساحة التحرير. أكيد خوتي اللي على برا كتغريكم هاد المناظر، أكيد كتجذبكم هاد المناظر هذه، أنكم توحشتوا البلاد. مش كل ما يتوحش هاد العريش، العريش راه كتسحر الجميع. ركزنا على قلب المدينة، ركزنا على قلب المدينة لأنها الأكثر مشاهدة. هاد الساحة المسيرة هي هذه، ما بقات ساحة دابا، كانوا هنا جوج ديال العمارات تهدموا، وبقى هاد الفضاء خاوي، شنو غيديروا فيه الله اعلم. شارع المسيرة هو هذا، شارع قصير. هي مدينتي، طغى عليك التكرفس. هي مدينتي، فين هما المسؤولين على المدينة؟ لقد أصبحت في مهب الريح. البريد المركزي، البريد الرئيسي هو هذه، كما كتعرفوا جميعا خا
خاردين تشيتا أو صيحة الأسود، خاردين السبوعة سميوه كما بغيتو. وتحية وألف تحية للإخوان الأحباب في كل مكان، أشكركم وأشد على أيديكم. مور هذا الشريط هذا غنخليكم تمتعوا شوية بالبحر، كيعجبني يكون فيديو بر وموراه بحر. مور هذا الشريط هذا غتمتعوا شوية بالبحر، ما تنساوش الجيم، ما تنساوش الاشتراك، ما تنساوش النشر، اي مساعدة منكم فهي محمودة. ما تنساوش الدعم، الله يجازيكم بخير. بغينا نزيدوا بهذه القناة القدام باش يكون عملنا اكثر. طلب لي واحد الاخ منطقة ديال الضغوغي، اكيد غادي ندير شي دوري تما ان شاء الله بحول الله. الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله، ودعكم على امل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله. احمد السلاش، تحياتي للجميع. أربعة خمسة شحون قطعين قربو يوصلو دابا، قربو دابا يوصلو، غادي يجبرو السلطة تما. لاحظو أنهم دايرين حويجهم في هاد الفرشية هادي، حويجهم دايرينهم في هاد الفرشية باش ميفلتكوش. صحتكم أخويا، صحتكم، الصحة والراحة. الدنيا هانية يا بحر، قالكم والو توصلو ها الأول وصال. تقريبا تقريبا 300 متر ما بين الراية الأولى وسكلايرة، كنسميوها حنا سكلايرة، 300 متر تقريبا. تبارك الله عليهم زعما،